كلايمت تشينج ده يعني ارتفاع نتيجة ذوبان الجليد، منسوب المياه بيرتفع. القصة كلها ان احنا لو جينا بصينا ان لو انت عندك خط الساحل ارتفاع المنسوب بتاعه سي مثلا 30 سنتي او 40 سنتي او 50 سنتي، فاحنا لو قلنا لو المياه زادت بهذا الارتفاع على مدار 20 سنة او 30 سنة او 50 سنة اللي فات جايين، يبقى معنى كده ان المياه دي هتغطي مساحة من الارض، يعني كل الارض دي المياه هيعلى هتغطي مساحة افقية من الارض، المساحة اللي على الارض دي هتبقى كلها دخلت جوه البحر. فهو ده المقصود بيه تغير المناخ، منسوب يعلى شوية، لو فرضنا المنسوب ده هيعلى 30 سنتي او 40 سنتي خلال ال 40 50 سنة اللي جايين، او على معنى يعني ايه هنزيد 30 سنتي او 40 سنتي، المنسوب ده هيعلى، يبقى المياه هتخش تغطي كل الاريا دي كلها جوه خط الساحل. يبقى المناطق اللي هي منخفضه، وخصوصا المناطق المنخفضه قريبه مثلا يا دوبك 10 سنتي او 15 سنتي، يبقى المياه مش دي اول مناطق هتتهدد. فادي اول نقطه تانية. طب لما منسوب المياه يعلى وتخش جوه 10 سنتي، هتخش مثلا 30 متر او 10 متر او 20 متر، هيبقى التاكل فين؟ في ال 30 متر اللي جوه. يبقى اصبح التاكل مش في الوضع الحالي، لا ده التاكل هيبقى جوه، على جوه الشط جوه الارض. يعني النهارده معنى يعني انت لما تقول 30 سنتي، يعني احنا بنقول ممكن المساحه اللي جوه هنخش جوه حوالي من 100 متر ل 200 متر، فده منسوب منخفض. بعد كده هنخش التاكل دخل جوه الشط 300 400 متر. يبقى الناس دلوقتي هتنزل الشط فين؟